أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بعيدا عن السياسة. نجح الشاب الفلسطيني عمر العسولي من سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في استحداث فرصة عمل خاصة به باستخدام تقنية الطباعة المائية على الأجسام الصلبة، وحصل العسولي على شهادة جامعية في تخصص هندسة الإلكترونيات عام 2017، ولم يجد فرصة عمل فقرر أن يفتتح مشروعه الخاص معتمدا على تقنية حديثة. قال إنها ذات إقبال واسع بغزة وتعتمد على الإبداع والابتكار، والطباعة المائية هي أحدث التقنيات في تكنولوجيا الدهانات حول العالم، حيث تعتمد على طباعة الدهان سواء صور أو نقوشات أو رسومات على الأجسام الصلبة باستخدام المياه. شهدت شركة سبيس إكس أول إطلاق عالمي لها لهذا العام من قاعدة كيب كانافيرال، وحمل صاروخ فالكون 9 قمراً صناعياً تركياً للاتصالات المدنية من شركة تركسات، سيخدم تركيا وأجزاء من شمال أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. وأصبحت تركيا أحدث دولة تستفيد من مشروع بلوك 5 فالكون 9، والذي يسمح للدول الأصغر بالوصول إلى الفضاء. تمكنت الطفلة السورية سارة كيالي المقيمة في ريف إدلب من الظفر بالمركز الأول عالميا في مسابقة الحساب الذهني والتي نظمتها منظمة آسيدا الصينية، واستطاعت الطفلة ذات 8 سنوات التفوق على أكثر من 6000 طفل من 20 بلدا، وهي تمتلك موهبة مميزة في العمليات الحسابية الذهنية. وقال سارة إنها شاركت في مسابقتين للحساب الذهني في الصين وتايوان، مضيفة أنها تحفظ 9 أجزاء من القرآن الكريم، وأشارت إلى أن طموحها أن تصبح عالمة رياضيات لتنجز اختراعات ستفيد منها الجميع ولترفع اسم بلدها سوريا. استطاع شاب مصري جني ثروة كبيرة من صيد العقارب واستخلاص سمومها لتصديرها إلى الخارج. وتمكن محمد حمدي بشتة البالغ من العمر 25 عاما من جمع ما يزيد على 81,000 عقرب لهذا الغرض. وقد تخلى الشاب المصري عن درجته العلمية في مجال الآثار من أجل صيد العقارب في صحارى وشواطئ البلاد واستخراج سمها لاستخدامه في أغراض علاجية. هذا وأصبح محمد حمدي بشتة مالكا لشركة كايرو فينوم للمستخلصات الحيوية والسموم، وهو مشروع يضم عدة مزارع في مختلف أرجاء مصر. عرض في مجمع الشارقة للبحث والتكنولوجيا والابتكار شبكة قطار معلق فائق السرعة، وصمم نظام القطار المعلق شركة يونيت سكاي سترينج البيلاروسية للتكنولوجيا، وتم إطلاقه بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع شركة سكاي واي جرين تك. وقال الرئيس التنفيذي للشركة: أود التأكيد بشكل خالص أنه عندما نتكلم عن سلامة وسائل النقل المعلقة فهي أعلى من السيارات والقطارات.
أعلنت شركة توساش التركية لصناعة المحركات أن النموذج الثاني لمحرك TEI TS 1400 المصنع من قبلها تجاوز اختباراته بنجاح. وأوضحت الشركة أن النموذج الثاني الذي يحمل اسم TS4 سيستخدم في مروحيات جوك بي التركية متعددة الأغراض، وأن الشركة بدأت بتطوير محركات لمروحية جوك بي في عام 2017. بخطى متسارعة تواصل تركيا جهودها لتطوير لقاح محلي ضد كورونا يعتمد على تقنية الجسيمات الشبيهة بالفيروس، والتي تعد من أحدث طرق إنتاج اللقاحات في العالم. واطلع وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارنك على أعمال تطوير اللقاح في منشأة شركة نوبل للأدوية في المدينة التكنولوجية مارتك. وقال وارنك خلال الزيارة: إن مشروع اللقاح المعتمد على تقنية الجسيمات الشبيهة بالفيروس يعد أحد أبرز 8 مشاريع متواصلة في تركيا لتطوير لقاحات ضد كورونا، والوحيد بينها المعتمد على هذه التقنية. أجلت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عودة مركبة الشحن سبيس إكس كارغو دراغون الفضائية بسبب مخاوف من سوء الأحوال الجوية، وكان من المقرر مغادرة المركبة الفضائية محطة الفضاء الدولية إلى مكان الإنزال في الولايات المتحدة. وقالت وكالة ناسا إنها تقيم الأحوال الجوية لتحديد الفرصة القادمة لعودة المركبة الفضائية. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. لم يجد من منطقة صحراوية شبه قاحلة يسكنها سوى حجارة بازلتية صلبة يشكلها بطريقته الخاصة، صانعا منها أجمل الأشكال ليثبت أن الإبداع منبعه إرادة قوية لا تلتفت إلى صعوبة الظروف مهما كانت طبيعتها. محمد سعود لعظمات، نحات أردني من بلدة أم القطين ابن البادية الشمالية الشرقية، اختار منذ نعومة أظفاره أواخر سبعينيات القرن الماضي نحت الحجارة الصحراوية طريقاً لإظهار فنه عبر منحوتات متقنة التصميم تجسد أبرز مظاهر حياة البداوة الأردنية، رابطاً الماضي بالحاضر والحضارات القديمة بالحديثة. تغطي صخور البازلت الصلبة أراض واسعة من البادية الأردنية التي اختارها العظامات كي ينحت عليها رسومه الخاصة لتبقى شهادة خالدة على موهبته بحكم مقاومتها الشديدة وعدم تأثرها بالعوامل الجوية. العظامات قال إن اختياره للحجارة البازلتية لم يأتي جزافا، حيث استشهد باستخدام الرومان والعثمانيين لها في عدد من المواقع التاريخية في الأردن وحفاظها على شكلها وصلابتها. فحجر البازلت ثروة هائلة بالأردن وهي طويلة البقاء، وبعد البحث وجد أن هذه الحجارة مناسبة للفن والبناء لما لها من فائدة اقتصادية، داعيا إلى استغلالها باعتبارها كنزا للوطن.
إن منحوتاته التي تتمثل بالعبارات المكتوبة والآيات القرآنية والمجسمات والحيوانات والطيور والأواني وصور المشاهير وغيرها لها مردود مالي كبير كذلك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، يتجدد بكم اللقاء. بدنا نتكلم قليلا عن بعض الأشياء الشائعة لدى الأطفال التي تخص العظام. نبدأ بشيء بسيط جدا، كثير من الأمهات بتيجي بتحمل ابنها بتلاقيه أنه الكوع تاعه أو المرفق تاعه صار له إيش، زي كأنه فلت من مكانه أو صار فيه ألم والولد بطل يحرك إيده وصار الولد إيش يعيط كتير، تمام، أو يبكي كتير. طيب شو هذه؟ هذه عبارة عن أنه لما شدينا الولد المفصل اللي خاص بعظمة الكعبرة مع الذراع طلع من مكانه، الأم على طول مباشرة تحمل الطفل وبتجيبه على عيادة العظام. أمر بسيط جدا، بإمكانك يا أختي أنك تحلي المشكلة هذه عندك، بسيط جدا، أنه أنا باجي بأمسك إيد ابني، تمام، الإيد على الإيد والإيد الثانية تحت المرفق، وبصير إيش أحرك الساعد تاع ابني أو إيده يمينا ويسارا، وهذا بالنسبة للمرفق 90 درجة. على طول مباشرة إيدي الثانية بتكون تحت الكوع، بحس إنه إيش العظم رجع إلى وضعه الطبيعي أو المفصل رجع إلى وضعه الطبيعي، والولد اللي كان بيبكي وما كانش يقدر يحرك كوعه خف عليه الألم وصارت الأمور طبيعية. من أكثر الإصابات شيوعا اللي هي التواء الكاحل. شو هو التواء الكاحل؟ الإنسان بيكون ماشي في الطريق رجله إيش بتخونه أو بتلتوي منه، تمام، سواء التواء داخلي أو خارجي. طبعا الالتواء هذا يصنف إلى 3 أصناف، إما التواء أنسي أو التواء وحشي أو التواء عالي اللي هو جاي بين المفصل اللي بين العظمتين الصغرى والكبرى في القدم أو في الساق. طيب شو هو؟ هو عبارة عن تمزق أربطة، سواء الرباط الأنسي أو الرباط الوحشي أو الرباط اللي هو أعلى مفصل القدم. طيب ببساطة كيف يشخص؟ طبعا بيجي للطبيب، الطبيب ممكن يشخصه سريريا 100% من غير ما إنه يطلب أشعة، وبعض الأحيان لو حامت الشكوك إنه هناك كسر معاه بطلب عليه أشعة بيقطع الشك باليقين. طيب الحل بعد ذلك، الحل الأساسي والرئيسي والضروري اللي هو عمل جبيرة. لا ينفع إنه والله تخليها من غير جبيرة أو تعمل رباط ضاغط أو ما شابه ذلك وتأخذ مسكنات وما شابه، لا، هذا الكلام كله غير صحيح. لازم توضع القدم أو المفصل تاع القدم في جبيرة لمدة 2 إلى 3 أسابيع، بعدها بنفك الجبس والإنسان إيش بينطلق إلى الحياة. قد يحتاج إلى علاج طبيعي أو قد لا يحتاج إلى علاج طبيعي وتمشي أموره تمام وعلى العال. لنفترض أنه والله استمر الألم معه أكثر من ذلك، ضروري بعد ذلك نطلب عليه صورة رنين مغناطيسي. بعض الأحيان أو في بعض الأحيان بكون أنه هناك عنده قطع كامر في بعض الأربطة اللي تستلزم إجراء عملية ومحاولة ترقيع هذا الرباط أو محاولة إصلاح هذا الرباط. وجزاكم الله عنا خيرا إن شاء الله.